تقع الفقرات باش الانسان كيولي عنده الالم ديال الضع ولا كيحس بها. نعم، باش نفهموا اكثر يعني السبب ديال الالم الظهر خصنا نعرفوا بالضبط شنو المكونات ديال فقد الظهر او نقصوا في الظهر. فملي كنشوفوا التكوين ديال الظهر كاين هاد الفقرات الظفريه او لي فيرتيبر لومبير اللي هما بعدد ديالهم خمسه، وبين كل فقره وفقره كاين الغضروف او الديسك اللي كيحمي يعني ضد يعني الثقل او ضد الحركه اللي كتكون قويه بين 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 الفقرات. واللي كنشوفوا هنا كذلك في الوسط كاين هاد القناه ديال النخاع الشوكي او لو كانال ديال لومبير هو هذا. وفي كل هما كنشوفوا هاد لاموال الابينيير او النخاع الشوكي اللي يجي من الدماغ اللي كيعطي اشارات بالنسبه للاطراف ان باش الانسان يقدر يحرك اليدين او الجلد ديالو. فهنا على مستوى الظهر فعلا كيكون كيتحكم في حركات ديال الجلد. هنا في هاد النخاع الشوكي كيعطي هاد الظفريات العصبيه او لي غاسين نيرفوز اللي كينزلوا هنا كنشوفوهم هما اللي كيتحكموا قلنا في الرجلين. الوغ باش نفهموا بالضبط شنو كيوقع في اللور كاين العضلات، لان هنا كاين عضلات اللي كيشدوا اللي كيقويوا الظهر، كاين عضلات او لي موسكل كيكونوا اللور. الوغ باش نفهموا علاش كاين الالم اما كيصيب الفقرات او كيصيب المشكل ديال الغضروف او كيصيب الاعصاب او كيصيب العضلات. فهما اربعه ديال المكونات كل واحد. بالنسبه للفقرات فملي كيكون مشكل على مستوى الفقرات كمشكل ديال هشاشه العظام او مشكل ديال تاكل الفقرات لاغتروز او ربما يقدر يكون اورام، على هذا المستوى غادي يكون يتسبب لنا في الم. كذلك السبب الثاني انه هو ملي كيكون مشكل ديال انزلاق الغضروف هو لو ديسك كيخرج من المكان ديالو، ربما انسان دار شي حركه بسرعه او طلع ونزل او هز شي ثقل، فربما هنا كذلك يقدر هاد لو ديسك الغضروف يقدر يخرج من المكان ديالو ويقدر يضغط على هاد العصبه، وبالتالي الانسان كيحس داك الالم بحال كنسميو حنا بوزلوم، بحال داك الالم اللي كينزل للرجلين. كذلك هاد المشكل ديال القناه النخاع الشوكي تقدر مع الوقت ان داك الضياق او لو ريتريسيسمون او كيسمى كانال لومبير اي 3 كيولي ضياق، وبالتالي كيولي يضغط لنا على الاعصاب. هذيك كتبان خصوصا مع التقدم في السن. ولكن اللي معروفه بشكل كثير وكنلاحظوا بشكل عام الناس هو داك المشكل ديال الالم اللي كيجي حاد على مستوى الظهر، داك غالبا كيصيب التشنجات على مستوى العضلات. الانسان كيكون ربما ما عنده حتى شي حاجه وكينوض بالالم، ربما حتى من قبل هذا الشيء ثقل او داك شي حركه غير طبيعيه، او ربما نعس معذب، او كيف ما قلنا داك التغيير ديال الجو اللي كيكون الجو سخون ومشى للجو بارد. فهنا ممكن انه يوقعوا تشنجات على مستوى العضلات والانسان يبدا يحس بالالم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.